الرحمن الرحيم، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدق معاني الترحيب وكل الاعتزاز والتقدير لتشريف سيادتكم والحضور الكريم احتفال هيئة الشرطة بالذكرى 71 لمعركة الإسماعيلية المجيدة، والتي تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة من نضال شعب أبي، عندما تكاتف رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة وفاءً لوطن عظيم ودفاعًا عن العزة والكرامة، فسقط منهم شهداء ومصابين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية. لقد واجهت الشرطة في تلك المرحلة من مراحل النضال الوطني عدوًا ظاهر الهوية، فتسابقوا بدافع من الانتماء والمسؤولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر، غير مبالين بقوته التي تفوقهم عدداً وعتاداً. ويسطر التاريخ للشرطة المصرية دورها الفعال على مر العصور في كل معارك التحرير ومواقف النضال. واليوم واقف مرور 7 عقود يؤكد أبناءكم من رجال الشرطة على تحملهم المسؤولية في حماية أمن الوطن، والوقوف بالمرصاد لعدو غير ظاهر يسعى لاستهداف وعي أبناء الوطن وتضليل أفكاره عبر ما يسمى بحروب الجيل 4 و5. السادة الحضور، تدرك وزارة الداخلية حجم التحديات التي أفرزها محيط إقليمي ودولي شديد الاضطراب يموج بالصراعات والتوترات التي ألقت بظلالها السلبية على شعوب العالم وانعكست على حياتهم اليومية والاجتماعية. وهنا تنطلق جهود أجهزة الوزارة لتتكامل مع جهود أجهزة الدولة لفرض مظلة الأمن والاستقرار عبر تحقيق الاستباق الأمني وجودة الأداء الشرطي، محاطة بوعي شعبي يساند تلك الهودة معها. ويأتي في مقدمة التحديات الأمنية آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى، حيث يتخذ رجال الشرطة إلى جانب رفقائهم بالقوات المسلحة مواقعهم لإجهاض مساعي التنظيمات الإرهابية ومن يروج لها ويدور في فلكها لاستعادة تماسكها وتوازنها التي فقدته عبر الضربات الأمنية الحاسمة وتكثيف منابع تمويلها. وتعي أجهزة الوزارة ضرورة استمرار اليقظة الأمنية والقراءة الدقيقة لحركة وأنماط الأنشطة الإرهابية والإسارية إقليمياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع امتدادها إلى داخل البلاد. واستكمالاً لمنظومة المواجهة الشاملة للإرهاب، تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات بالتنسيق مع نخبة من علماء الدين والاجتماع لتصحيح أفكار المحكوم عليهم من العناصر الإرهابية، إلى جانب المشاركة في إعداد برامج وفق أسس علمية لحماية المجتمع من المفاهيم المتشددة باعتبارها الحاضن الرئيسي لإفراز الإرهاب. وفي سياق متصل، فقد حققت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة نقلة نوعية في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أنماطها، ونجحت في توجيه العديد من الضربات الأمنية للبؤر الإجرامية التي تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية والإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر وغسل المتحصلات المالية الناجمة عن تلك الأنشطة. وفي إطار سياسة الوزارة لحماية المجتمع من سموم المخدرات التي تعد أحد أدوات تدمير المجتمعات، فقد أبرزت نتائج التحليل الإحصائي لعمليات ضبط المواد المخدرة وكمياتها ارتفاع معدلات محاولات إغلاق البلاد والمنطقة بالمخدرات التقليدية والتخليقية، استغلالاً لما يشهده محيطنا الإقليمي من تداعيات سياسية وأمنية. وتحرص أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة على الرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدي لها في مهدها وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها أو تحويل الأراضي والمنافذ المصرية لمحطة للتهريب إلى الدول الأخرى. هذا
ويمتد مسار الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل إلى مكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها. ويأتي الانخفاض المتميز والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة نتاجاً للجهود المضنية والأداء المتميز لرجال الشرطة، إلى جانب مساندة شعبية فاعلة وجهود الدولة في القضاء على المناطق السكنية غير الآمنة والتي كانت تشكل بيئة حاضنة لمختلف أشكال الجريمة. وعلى التوازي، تحرص الوزارة على التصدي الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة عبر تحديث الإمكانيات الفنية والتقنية ومواصلة الارتقاء بالخبرات الوظيفية المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذا التوسع في مقار تلقي بلاغات المواطنين عن مختلف صور تلك الجرائم وفحصها فنياً بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن. كما تواصل الأجهزة الأمنية رصد وإجهاض الأنشطة الإجرامية للعصابات الدولية التي تستهدف السوق المصرفي المصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين غطاء أمني للمعاملات المالية للمواطنين. كما تطلع أجهزة الوزارة بمواصلة تطوير قدراتها وتكثيف جهودها في مجال مكافحة جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وذلك إنفاذاً لدورها الجوهري في تطبيق محاور الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية والتي تم إطلاقها بتوجيه رئاسي لتحقيق أقصى حماية لتلك الحقوق وتمكين مؤسسات الدولة من إدارة الحقوق الفكرية المملوكة لها بما يعظم العائد منها. السيدات والسادة، اتخذت وزارة الداخلية مبادئ ومعايير حقوق الإنسان إطاراً لسياساتها ومهامها الأمنية، ومن بينها تحويل السكون العمومية إلى مراكز نموذجية للإصلاح والتأهيل تطبق فيها فلسفة عقابية وإصلاحية حديثة على المحكوم عليهم، والتي أثبتت عقب مرور عام على تطبيقها نجاحاً نوعياً في مجال تقويم النزلاء سلوكياً ومهنياً للعودة كعناصر صالحة في المجتمع عقب الإفراج عنهم، كانت محل إشادة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتقوم الوزارة بجهود حثيثة لاستكمال جوانب المنظومة وصولاً لإغلاق باقي السجون العمومية التقليدية والتي سيكون لها بعيد الأثر في حماية المجتمع من أخطار تنامي الجريمة. وعلى صعيد آخر، تحرص أجهزة الوزارة باعتبارها جزءاً من نسيج هذا المجتمع على التوسع في أداء دورها المجتمعي التكافلي لرفع العبء عن كاهل أهلنا من محدودي الدخل وتطوير خدماتها الأمنية للمواطنين واستحداث نظم خدمية لذوي الهمم وكبار السن، إضافة إلى تبني برنامجاً طموحاً لتهيئ أبنائنا من سكان المناطق الحضرية ليكونوا جيلاً جديداً يسهم في بناء بلادهم، وهو ما انعكس على تعميق التلاحم الإنساني بين الشعب والشرطة. الجمع الكريم، تعكس مؤشرات والدلائل نجاح المواجهة الأمنية الفاعلة لتحديات المرحلة الراهنة وتثبيت دعائم الأمن الوقائي، والتي ترتكز في سبيل تحقيق ذلك على تخطيط علمي مدروس يعتمد على دقة تحديد الأهداف وترتيب الأولويات وانتهاج أحدث الأساليب العلمية في إدارة العمل الأمني من خلال مواصلة إطلاق طاقات وكفاءات العنصر البشري وتزويده بالخبرات والقدرات الفنية المتطورة بما يحقق الجاهزية لأداء المهام الأمنية والتعامل مع مختلف المواقف والاستجابة السريعة لمتطلبات العمل وتحدياته. كما تحرص المنظومة الأمنية على استكمال كافة المقومات المادية والإمكانيات اللوجستية وإعادة انتشار مواقع المنشآت الشرطية لمواكبة الطفرة الحضرية التي تشهدها البلاد وتأمين المجتمعات العمرانية الجديدة وما تزخر به من مقومات، والاستمرار في تحديث قاعدة متكاملة للبيانات والمعلومات والاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال العمل الأمني. الإخوة والأبناء أعضاء هيئة الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني، تحية لكم في تلك الذكرى المجيدة، وقد كنتم ولا تزالون بجهودكم وتضحياتكم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقكم
في حماية أمن الوطن والمواطن، كما أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الأبية وقواتنا المسلحة الباسلة، مع خالص الدعاء لمصابينا الأبطال باستكمال الشفاء حتى يعودوا لصفوف العطاء والمسؤولية. السيد الرئيس، بحكمة وشجاعة وصدق تمضي جهودكم الرشيدة في قيادة مسيرة الوطن إعلاء لمصالح الشعب وآماله، وستبقى مصر بإذن الله آمنة مستقرة يبذل أبناؤها من رجال الشرطة الجهد والدم خلف قيادتكم الحكيمة لحفظ أمن الوطن ومكتسباته، وفاءً للعهد وولاءً للواجب. حفظ الله مصر بكم، وأدام عليها أمنها، وسدد بالحق كل خطاكم. إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.